مشاهدينا الاعزاء نسير بحضراتكم. اذا مشاهدينا الاعزاء نسير بحضراتكم مشاهدينا الكرام من خلال الانطلاقات والمنافسات. هنا شوط اخر ينطلق ويسير ضمن الجوله الاولى في سباق هذا اليوم الخاص بسن الاذاعه ضمن تمهيد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في هذه الانطلاقات الصباحيه الجميله. الشوط الرابع خاص بالجعدان المهجنات الاصايل، وتنطلق دفعه اخرى من هذا التنافس ومن هذا الابداع لصباحي هذا اليوم. بينما نحن نسير امام حضراتكم في لقاءات وتحديات هذا اليوم، نشوف ونقترب مشاهدينا الاعزاء من بدايه هذا اللقاء والمنافسه على لقاءات التحديات والصداره الاولى. هنا في المركز الاول ياتي هملول لسعيد بن محمد بن معتوك العامري، يخطف البدايه ويخطف الصداره مع هذه اللحظات. بينما المركز الثاني وصل في المركز الثاني في هذه الاثناء مشاهدي الاعزاء رمز تعود ملكيته لمحمد بن سالم بن كردوس العامري يتواجد في المركز الثاني. وننتقل الى المركز الثالث. المركز الثالث في هذه اللحظات نشاهد شاهين محمد بن علي بن مهير الشامسي ياتي في المركز الثالث. والمركز الرابع هنا شعار بن حميدان، وهذا هو شاهين احمد بن عبيد بن حميدان يتواجد على قبل رمز محمد بن سالم بن كردوس العامري. والمركز التاسع وصول شاهين محمد بن علي بن مهير الشامسي. والمركز العاشر من الجانب الاخر مسموح لسالم بن محمد بن إيداه المنصوري. خلاص وصلنا مشاهدينا الاعزاء الى الكيلو الاخير في هذا الموقع وهذا المكان، وبدا الاتجاه الى خط النهايه، بدا الاتجاه الى خط النهايه والى خط البدايه. وهنا المركز الاول لا زال حتى هذه اللحظات هملول مسيطر مع المغامر سعيد بن محمد بن معتوق العامري. سيطر العامري على مقدمة الشوط، لكن حذاري العامري وصل الغزال، وصل الغزال حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير يتواجد ثانيا في هذا المكان وهذا الموقع. الوضيحي في المركز الثالث، محمد بن علي بن السعودي الاجتبي ايضا يتواضير، لكن الغزال الغزال مشاهدينا الاعزاء في اللحظات الاخيره يخطف المركز الاول، يخطف صداره الشوط. تهانينا والناموس لحمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، واسعد الله صباحكم يا هالي مرغم على هذا الفوز، على هذا الناموس وهذا التقدم. هذه لحظات الوصول الى خط النهايه. المركز الثاني سعيد بن محمد بن معتوق العامري، المركز الثالث لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الرابع لوضيحي لمحمد بن علي بن السعودي، المركز الخامس لعلي بن خليفه بن سلطان بن رشيد، والمركز السادس هناك ياتي محمد بن علي بن حنزاب في سادس المراكز. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت نتيجه هذا الشوط، وبالفعل الغزال هنا من انتزع صداره الشوط في اللحظات الاخيره وحافظ على هذا التقدم. 6 دقائق 12 ثانيه 4 اجزاء من الثاني. تهانينا وناموس لحمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذا الفوز وهذا الانجاز. المركز الثاني هملول سعيد بن محمد بن معتوق العامري، 6 دقائق 13 ثانية جزئين من الثانية توقيته الزمني. ووصل في المركز الثالث كان شاهين لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، 6 دقائق 13 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هكذا مشاهدي الأعزاء كانت النتيجة، تهانينا على الفوز.